الرئيسي في كثير من الأشياء، ولائحة المؤتمر التي ستطلق في اليوم الثالث في المؤتمر في اختتامه ستقول بالضبط بماذا نحن ملتزمون. ولكن أيضا نحن ملتزمون بأن نحافظ على التفاؤل. لمن لا يعرف تاريخ المؤتمر من الجمهورية فإنه تاريخ التفاؤل بل المبالغة في التفاؤل. عندما كان الناس يتشائمون كان المؤتمر من الجمهورية يقول أن الخلاص ممكن. وتحدث منذ قليل السيد وليد حدوق باسم السيد رئيس الجمهورية الرئيس السابق للحزب عن هذا الائتلاف بين علمانيين وبين علمانيين معتدلين وبين إسلاميين. وأريد أن أقول لكم أنه ليس الأول في تاريخ العالم العربي، بل ربما الأول في تاريخ العالم العربي هو حركة 18 أكتوبر التي أنشأت أو أسست في سنة 2005 وشارك فيها المؤتمر من الجمهورية. حركة 18 أكتوبر عندما خرج بعض المناضلين من بينها وراحوا إلى مصر الشقيقة يتحدثون عن هذه التجربة صدموا كثير من إخواننا في مصر لأنهم حاولوا مثل هذه المحاولات ولسوء حظهم وحظ العالم العربي فشلوا. لكن التونسيين لم يفشلوا، نجحوا في هذه الحركة. أذكركم بأن هذه الحركة ضمت حركة النهضة، ضمت المؤتمر من الجمهورية، التكاتل من أجل العمل والحرية، وحزب العمال الشيوعي، القوميين الوحدانيين الناصريين والأستاذ خالد الكريشي هنا، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الشرعية ساعدها الأستاذ أحمد خصوصي، وبعض الجمعيات الأخرى من مختلف المشارف الفكرية حضرت شخصيات معينة ربما انسحبت في مرحلة ما، ولكن على أي حال حتى سنة 2010 بقيت هذه الحركة ووضعت نصوص أمضى عليها الإسلامي وأمضى عليها ما يوصف ساعتها بكونه اليساري أو أقصى اليسار، واجتمعوا على أفكار هي اليوم في تصوري محل تطبيق بقطع النظر عن تشاؤم المتشائمين. إن شاء الله نبقاو دائما من المتفائلين، لأن ربما لم يعش تجربة بن علي يمكنه أن يتشائم، أمام من جرب الاستبداد ومن فهم أن خرجنا من الاستبداد يوم 15 جانفي، خرجنا من الاستبداد بعد قرون، فمن المفروض أن نتفائل. نعم لدينا تخوف من عودة الاستبداد، فلنعمل حتى لا يعود، هذا أكيد، ولكن الثابت أنه يجب علينا أن نتفائل. من مثلنا فعل ما فعلنا في العالم العربي بعد سنوات وبعد قرون قلت من الاستبداد؟ وحتى الشعوب التي غيرت وضعها بثورات لم نتحرك إلا بعد الثورة التونسية، وهذا شرف لنا. إذن لهذا السبب فقط نحن ملتزمون بالتفاؤل، لهذا السبب فقط نحن ملتزمون بأن نواصل ما كنا ندعو إليه في السابق. نحن تحدينا كثير من الناس، وربما في فترات بقينا لوحدنا وفي فترات التحق بنا غيرنا على تصور معين لوضع تونس المستقبل. كلمة العصيان المدني في وقت من الأوقات كانت أمر غريب، الشعب التونسي تجاوزنا، لم يقم بعصيان المدني، قام بثورة، حرق مراكز أمن، ألقى الحجارة، الثورات تحصل في العالم هكذا، وعلى أي حال كانت ثورة سلمية مقارنة بغيرها من الثورات، ولكن حصلت بأكثر مما طلبنا وهو الثورة وليس فقط العصيان المدني. عندما كنا نتجول في الخارج في حملة ضد نظام الاستبداد، ونحن بالمناسبة نؤمن بالتضامن بين كل البشر، ولذلك كنا نذهب إلى الاتحاد الأوروبي، وكنا نذهب إلى السفارات، وكنا نذهب إلى البرلمان الأوروبي ونقول اضغطوا اللازم الأمر اقتصاديا على هذا النظام الفاسد، لأنه لا يمكن أن يسمح بأي حريات. إذا كنتم تؤمنون فعلا بالديمقراطية فاضغطوا عليه. ساعتها لسوء حظ وطننا جزء من أبناء وطننا كانوا متشائمين، كان يذهبون معنا ويقولون لو سقط نظام بن علي لوصل الإسلاميون إلى الحكم. وساعتها كنا نقول لهم ربما، ولكن الإسلاميون الذين نتحدث عنهم والذين ابتدى يعوض غيابهم السلفيون، لأنه في غياب النهضة ساعتها بدأ يحتل المشهد السلفيون، هؤلاء الأشخاص حسب علمنا وحسب تصورنا للشعب التونسي الذي لا يتنازل عن حقوقه أيضا لن ينتهك حقوق الإنسان، وبالمناسبة لن يكون كل الشعب التونسي ولا أغلبيته، سيكونون جزء. ومن المرجح، وربما هناك من سمع هذا الكلام مني وهو من السفراء قبل سقوط بن علي، قلنا من المرجح أنهم يكونون أغلبية ولكن لن يكونوا كل الشعب، ومع ذلك نؤكد لكم
أنهم لن ينتهكوا حقوق الإنسان لاعتبار تعذيبه. وحزب العمال الشيوعي وأي حركة من اليسار، وإن وصف بكونه أقصى اليسار، فإنه لو وصل الحكم لن يغير الاختيارات الكبرى للاقتصاد التونسي إلا في بعض تفاصيله على الأقل لمدة سنوات طويلة، وهناك واقع مفروض على تونس ولن نسعى لتغييره في بضع سنوات. نحن ندفع في اتجاه الاعتدال ونؤمن بأن التونسيين معتدلون. دافعنا على هذا الموقف وقلناه في كل الأماكن، وقلناه علنا في وسائل الإعلام وسرا لشركاء تونس، وكنا نسمع من بعضهم طبعا مما لا شك فيه تعاطف معنا، وكنا نسمع أو نرى من بعضهم دعما للاستبداد. وسمحهم الله الثابت أن الشعب قام بثورته دون دعم من أي كان ونجح في ثورته، والثورة التونسية لم تنطلق ضد الأجنبي، انطلقت هذه المرة ضد المستبد المحلي الوطني التونسي العربي، هذا الذي تحرك ضد الشعب التونسي. وقلنا لهم ساعتها حتى لو تحرك الشعب التونسي فإنه لا يعاديكم، وهو شعب متسامح بحكم تاريخه، بحكم 6.5 مليون سائح الذين يدخلون بلادنا، فاطمئنوا لا يزعجكم بنعليم بمقولة لو لم أكن أنا لحصلت فوضى في تونس، وبالمناسبة لن تحصل فوضى في تونس. لن تحصل الثورة في تونس أو فوضى عفوا في تونس، لأن الثورة حصلت ولكن أهدافها لابد أن نكتبها مع بعضنا البعض أكيد، ولكن الفوضى لن تعود والحمد لله لن تحصل لسبب بسيط، أننا شعب نسبة الأمية فيه ضعيفة، أننا شعب والحمد لله المتسامحون والمعتدلون هم أغلبيته. نحن شعب في حقيقة الأمر، خاصة أن الآن والحريات قد انطلقت والنقد لا يسلم منه أي أحد، نحن لا نسلم من النقد، رئيس الجمهورية لا يسلم من النقد، رئيس الحكومة لا يسلم من النقد، الصحافة تقوم بدورها، هذا أمر جيد جدا. ونتصور أن فضح كل التجاوزات في الحكم وأيضا خارج الحكم، لأن التجاوزات الآن لا تحصل فقط، وحتى في زمن بن علي ولو لم نكن نقول ذلك ساعتها، التجاوزات لم تكن أبدا تحصل فقط لدى من يحكم، حتى من يعارض أحيانا قد يرتكب بعض التجاوزات. لذلك نحن فخورون أيضا وملتزمون بالدفاع عن حرية الصحافة، بدونها لا وجود للديمقراطية. الصحافة التي نريدها طبعا هي صحافة التحرية التي تبحث وتكشف ملفات الفساد وتكشف مواطن الخلل، والصحافة التي نريدها أيضا هي التي تواصل عرض الغلات، وهو أمر جيد لأنه كان حلما من أحلامنا أن نرى رئيسا في وقت من الأوقات ينتقل بتلك الطريقة الفنية المصرية، ولن تجد منا أي معارضة لذلك. ما نعارضه فقط هو أن صحفي أو أي شخص يمارس حقه في التعبير يمكن أن يعبث بالأمن العام ويدعي زورا أن هذه هي الديمقراطية. يخطئ وصبياني من يحاول أن يسوق أن الديمقراطية تعني أنني قد أمس بالأمن العام. نحن دولة في تونس بعد الثورة وتحت ضغوطات الإخوة الصحفيين صدر مرسوم بخصوص سنة 2011 ينظم الصحافة، وهو ليبرالي جدا وأحسن من مجلة الصحافة أكيد، ولكنه قد بالغ في بعض الأمور. من ذلك أنك اليوم قد تنشر خبرا مزيف متعمد وأنت تعرف أنه مزيف، ويقتتل الناس جراء هذا الخبر، والعقوبة التي تنتظرك هي 5000 دينار. في فرنسا يعاقبون بالسجن، في دول ديمقراطية أخرى يعاقبون بالسجن. أريد أن أقول أن الديمقراطية أمر جيد، لن يمس أحد بحرية الصحفيين ولا بالفنانين ولا بالهزلين أكيد، ولكن المسألة الأمنية لا تلاعب فيها. إذا أردتم أن تبقى هذه الديمقراطية فلا يجب أن نتسامح مع من يمس بأمننا. يعلم الجميع أننا كنا من المدافعين عن الإخوة السلفيين أبناء وطننا الذين يفكرون بطريقة هم أحرار فيها. نحن ليس لسنا وصية على الناس، هذا أكيد. وكنا نقول ساعتها قد يبقوا في زمن الديمقراطية أكيد، ولكن المنعاة بوجودهم ويتوسع عددهم وانتشار عددهم هو القمع. القمع قد زال، المساجد مفتوحة، يمارسون حريتهم فليتفضلوا بممارستها، وليحمدوا الله كما نحمده لأننا أيضا في معظمنا نؤمن به، ولكن أيضا ليشكروا الثورة التونسية التي حررتهم من السجون ومن قمع نظام بن علي، وليكونوا مخلصين لهذا الشعب.
عندما كان بن علي يمزق الحجاب لنساء تونسيات، كان الإخوة السلفيين يفكرون في العراق وفي دول أخرى، وهي قضايا مهمة جدا بالنسبة لنا، ولكنهم كانوا يرفضون مواجهة الدكتاتور. ونحن لا نقول لهم، لا نقول هذا من باب المزايدة، فهم أحرار وكل حر في اختياراته وفي سلوكه، ولكن نذكرهم بهذه الحقيقة حتى لا يعنون على الشعب التونسي علوا كبيرا ويخطئون في أنفسهم ويتصورون أنهم يملكون الحقيقة. يملكون الحقيقة في تصورهم وفي تصورنا هم لا يملكون الحقيقة، ونحن لا نملك الحقيقة. وبيننا وبين كل الناس في تونس قوانين لا بد من احترامها، وحرية معتقد لا بد من احترامها، وحرية الدين لا بد من احترامها. إسعادة السفراء للإخوة الأجانب، أذكر أن تاريخ التسامح في تونس ليس جديد، قد يعود إلى قرون، والأمر قد يأخذ كثير من الوقت لشرح وأتركه للمؤرخين، ولكن أذكركم بتاريخ قريب، بتاريخ معاصر، بداية القرن العشرين، عندما نشأت الحركة الوطنية، نشأت على أيدي أشخاص ليبراليين، حركة الشباب التونسي 1905، علي بشحام ومثاله من الذين درسوا في المدارس الفرنسية، والذين عندما عادوا إلى تونس عادوا بأفكار تحررية، نعم، ولكنهم لم يخلقوا العقلية التي يسعى البعض، وهم قلة والحمد لله، وأتمنى أن يبقوا قلة أو أن يراجع أفكارهم لخلقها، وهي مسألة الاستقطاب الثنائي. هذا الشخص يذكر لهذا التاريخ أنه في سنة 1910 عندما ثار أو تحرك طالب زيتوني، وطالب زيتوني بالمناسبة هو الطالب الذي يدرس في مدرسة زيتونة وهي دينية تقليدية، عندما ثار هذا الطالب المحافظ ضد من هم أكثر محافظة منه وهو شيوخ الزيتونة يريدون تغيير برامج التعليم في الزيتونة، انضم علي بشحام لهؤلاء الطلبة، لم يقل أنهم يمين وهو يسار أو هو ليبرالي وهم محافظين. هذا الشخص لابد من تكريمه، هذا الشخص لابد من تذكره، هذا الشخص يعطينا شحنة لمناضلي المؤتمر الجمهورية، هو ناضل لمدة سنوات، وحركة الشعب التونسي لم تبقى لمدة طويلة، ولكن الشيء الثابت أنه خلف أدبيات وخلف أفكار وخلف لنا تاريخ معاصر في جزء منه يذكرنا أننا لم نأتي بجديد عندما نتحدث عن التسامح، بل هي هكذا تونس، ونحن نؤكد هذه الحقيقة التي نحن فرحون بها والحمد لله. قلنا ما قلنا قبل 14، وحصل ما حصل، وفعلا تحرك الشعب.